احتفلت جمعية اللد الخيرية بالتعاون مع جمعية البيئة الأردنية وأمانة عمان الكبرى بيوم الشجرة في غابة الأمير هاشم وبحضور الأميرة بسمة بنت علي. تحتفل جمعية اللد الخيرية اليوم في عيد الشجرة تعبيرا منها عن انتمائنا لهذا الوطن، وطن أبو الحسين، وكذلك تنفيذا لرغبات جلالة الملك في جعل الأردن أخضر من شماله إلى جنوبه، كذلك إيمانا منا كمؤسسات مجتمع مدني في دورنا في زيادة نسبة المساحات الخضراء وخصوصا في المناطق التي تشهد توسعا في العمران مما يؤدي إلى زيادة في التلوث البيئي. كما واشتمل الحفل على زراعة الأشجار في الغابة بمشاركة عدد كبير من طلبة المدارس والمجتمع المحلي. تعتبر أمانة عمان الكبرى وبالتشارك مع جمعية البيئة الأردنية كونه شريك استراتيجي مع أمانة عمان، كونه في اتفاقية مبرمة ما بين أمانة عمان وجمعية البيئة الأردنية بالتشارك بجميع المحافل البيئية خلال الأعوام. طبعا اليوم احنا بنحتفل مع جمعية اللد الخيرية وجمعية البيئة الأردنية ومع المجتمع المحلي ومع المدارس بيوم الشجرة العالمي. تنظم جمعية البيئة الأردنية سنويا الاحتفال بيوم الشجرة العالمي ضمن مبادرة مدينة بيئة خطوة بخطوة نحو أردن أخضر. السنة هاي تم التشارك مع جمعية اللد الخيرية وأمانة عمان الكبرى دائرة الدراسات والتخطيط البيئي. تهتم الجمعية بموضوع الشجر لأنه موضوع الأردن من أفقر دول العالم في قلة الأشجار، وهذا واجب وطني على جمعية البيئة الأردنية أن تقوم بزراعة الأشجار في كل عام مما يساعد على حفظ البيئة والتربة. سنويا الحمد لله رب العالمين يتم العمل مع جميع الجهات المشاركة من مدارس ومنظمات مدنية وجهات وأهلية. ألا أبو حمدي، رؤيا.